أخبار اليوم. عقدت السادة وزراء الموارد المائية والري لكل من مصر وجنوب السودان والوفود الفنية المصاحبة لهم عدة اجتماعات بمقر وزارة الموارد المائية والري لمصر في إطار الزيارة الأولى للسيدة وزيرة الطلبات والسدود والري والموارد المائية الجمهورية جنوب السودان بناء على دعوة من السيد وزير الموارد المائية في مصر والتي تمت خلال فترة من 25-28 أكتوبر 2014. مين؟ أكد الجانبين خلال المباحثات المشتركة على أهمية دعم وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال إدارة الموارد المائية على الصعيدين الثنائي والإقليمي من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين في صورة مشروعات تنموية مشتركة تعود بالخير على الجميع. ثلاثة، تتناولت جلسات المباحثات استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المنحة المصرية المقدمة لجنوب السودان في مجالات تطهير المجاري المائية من الحشائش في حوض بحر الخزان وحفر آبار المياه الجوفية وإنشاء مراسي نهرية والانتهاء من دراسات الجدوى للسد متعدد الأغراض عن نهر سيوي وإقامة معمل نوعية المياه وإعادة تأهيل محطات القياس وإنشاء محطات لرفع مياه الشرب بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات للكوادر في جنوب السودان. أربعة، أكد الجانب المصري على استمراره في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2006 مع كامل الاستعداد لتلبية مطالب دولة جنوب السودان في مجال التدريب وبناء القدرات والكوادر. خمسة، أكدت السيدة وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجنوب السودان على استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتسهيل مهمة الجانب المصري في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أثنت على الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن. ستة، دي اعتقد من اهم الاشياء اللي احنا الحمد لله توصلنا اليها، ناقش الجانبين مسوده اتفاقيه التعاون الثنائي الفني بين البلدين في مجال اداره الموارد المائيه والتي يتم تنفيذها للمره الاولى وترتكز على وجود اليات تعاون مشترك ودائمه بين البلدين، حيث تم الاتفاق على مراعاه ملاحظات الدولتين حول مسودة الاتفاقية تمهيدا لتوقيعها تقريبا في القريب العاجل جدا ان شاء الله. سبعة، تناولت الجلسات المباحثات ايضا الموقف المتعلق بمبادرة حوض نهر النيل واهمية العمل على وحدة حوض النيل والتحرك في اطر تعاونية مشتركة تراعي مصالح جميع دول الحوض وتقوم على مبدا المنفعه المشتركه وعدم احداث الضرر مع اهميه العوده الى طاوله المفاوضات لحل اي نقاط خلافيه. ثمانيه، اثنت السيده الوزيره الجنوب السودانيه على الحوار القائم بين مصر واثيوبيا والسودان فيما يتعلق بسد النهضه الاثيوبي متمنية أن يكون ذلك بداية للوصول لحلول حول الموضوعات الخلافية العالقة فيما يخص مبادرة حوض نهر النيل. تسعة، تم على هامش جولة المباحثات عقد عدة زيارات ميدانية للسيدة وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية لجنوب السودان شملت المركز القومي لبحوث المياه، مركز التنبؤ بالوزارة، مركز المعلومات، إدارة التليمتري،
حيث أثبت سيادتها على محاقات الجانب المصري في مجال إدارة الموارد المائية ووارد مصر. 10. استقبل السيد رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم السادة وزيري الموارد المائية وري البلدين، وخلال اللقاء أكد سيادته على أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة والموقعة بين البلدين، كما شجع سيادته على أهمية الاستمرار في برامج التعاون المشتركة القائمة حاليا بين الدولتين في جميع المجالات. ونحن سعداء بأن تستمر هذه العلاقات مع الشعب المصري. لن يأتي من جانبنا كشعب جنوب السودان أي عمل ممكن يضر بمصر. آلاف من الناس اللي خرجوا من الجامعات خريجين هم من الجامعات المصرية وهم دلوقتي على كفة الحكم في جنوب السودان. آلاف من المواطنين في جنوب السودان الموجودين في مصر. علاقاتنا ممتازة معه. بما يتعلق بجملين، لأنه كثير دائما ما يمضي بعض الأشياء في وسائل الإعلام أن الإخوة مثلا رافضين أو الإخوة متآمرين أو إخوة كذا وكذا في جملة. أنا دائما أقول وزي ما أكدت لكم نحن لن نضر